وأشهدكم أيها الإخوة الصحفيين ومن خلالكم لكل الشعب الجزائري بأنه إذا رفض الشعب الجزائري هذا المشروع للدستور بلا فإني أنسحب تماما من أي منصب قيادي في حركة البناء الوطني وأبقى مناضلا في صفوفها. إذا رفض الشعب التعديل الدستوري بلا فإني أقدم استقالتي وليس كالاستقامة السابقة وهي غير قابلة للتراجع، لأنني أدرك بأن سقوط هذا الدستور هو العودة إلى دستور 2008، دستور العصابة المحسن في 2016. وإذا كان عدد المصوتين بالله بالملايين فكذلك سوف أستقيل، لأن تقديرنا بأن الشعب الجزائري هو بالملايين ضد هذا الدستور. أما إذا استفتى الشعب وكانت الغالبية الساحقة بنعم فإني أضع نفسي تحت تصرف إخواني بقيادة هيئة التنسيق الوطني ومجلس الشورى الوطني.